طب لا تحترم. نجوم الاهلي ايضا حريصين على الحضور، حتى نجوم الجيل الحالي، الزميل فاروق صلاح معاه الكابتن كريم نيدفيد او كريم وليد، نشوفه. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد تحية بيك يا استاذ ابراهيم وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من ارض الحلم، الحلم اللي يعني فيش جيل في النادي الاهلي الا وحلم باليوم ده. معانا واحد من نجوم وابناء النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، الهدوء والثقه والادب والاحترام عناصر تتوافر في كريم نيدفيد، واحد من اخلص اللاعبين اللي ارتدت يعني من رجاله اوضه اللبس في النادي الاهلي، واحد من اللعيبه المخلصين دايما للنادي الاهلي كريم نيدفيد. كريم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك الاول على البطوله الافريقيه، ما سجلناش بعد البطوله الافريقيه، مليون مبروك يا كريم على البطوله الافريقيه. كواحد من كباتن النادي الاهلي ومن عمدان اوضه اللبس في النادي الاهلي، ببارك لك على البطوله وببارك لك النهارده وجودك واحنا بنشهد لحظه من اللحظات اللي يعني اللي حلم بيها اجيال كتير جدا مرت على النادي الاهلي. الله يبارك فيك فاروق، وبشكرك على كلامك الحلو ده. اول حاجه نبدا بالمكان اللي احنا فيه النهارده والحلم اللي احنا كل اجيال النادي الاهلي بتتمناه النهارده باول خطوه فيه، اول خطوه رسميه فيه، فحاجه كبيره لينا ولنادينا وحاجه كبيره من مجلس اداره النادي اللي بيوفر كل حاجه للنادي وبيحاول يعمل كل حاجه كويسه. النادي بيحاول ينقل النادي في المكان كبير قوي يعني في المنطقه العربيه، فيعني بنتمنى تبقى الخطوه دي وزي ما احنا سامعين وعارفين تبقى مدينه كبيره متكامله تخدم النادي الاهلي وابناء النادي في كل الرياضات. فيعني الواحد مبسوط ان هو موجود في المكان ده النهارده، وان شاء الله يبقى الواحد موجود ويقدر يبقى موجود ويلعب في ساده النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كريم، النادي الاهلي دايما بيكون سباق، لكن انتم جيل يعني خد بايدين مجلس الاداره ومجلس الاداره خد بايدين الجيل ده ساعده، انت واحد من اهم الاجيال التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي، الانجازات والبطولات اللي انتم عملتوها هي اللي وصلتنا للمرحله ديت، هي اللي يعني ما فيش جيل في النادي الاهلي الا وعمل انجازات، بس انتم كجيل عمل علامه ذهبيه في تاريخ النادي الاهلي. طبعا يعني الجيل ده ساعد مجلس الاداره، لكن في نقطه لسه تقال مهمه ان مجلس الاداره هو اللي وقف مع الجيل ده في الاول، ان احنا يعني بدايه الجيل ده كان تقريبا ساعه الخساره بتاعه سان داونز الخامسه، ولو في مجالس اداره اعتقد ان بعد خساره زي كده كان ممكن تخلص على الجيل ده، لكن اداره النادي كانت شايفه ان لا، ان الجيل ده جيل محترم وجيل يقدر يعمل نتائج كويسه وصبروا علينا وحصدوا ده دلوقتي. اعتقد ان الماتش ده غير في تاريخ النادي كله، خلى اللعيبه كلها تبقى في شخصيه، في اصرار ان احنا هنطلع احسن حاجه وهنعمل احسن حاجه. الصبر اللي مجلس الاداره صبره علينا فده نتيجته النهارده الحمد لله، يعني ساعدنا مجلس الاداره اكيد، لكن هو للامانه والحق يتقال ان هم اللي صبروا علينا في الاول. يعني مفيش مدرب اتعامل مع كريم نيدفيد ولا لاعب اتعامل مع كريم نيدفيد الا وقال ان كريم نيدفيد لعيب يعني لابس عبايه النادي الاهلي، في السمات الشخصيه بتاعه قياده النادي الاهلي. انت كواحد من اللعيبه اللي اتربت داخل جدران القطاع الناشئين في النادي الاهلي، اكيد شايف ان الامور دي كلها هو ده يعني النموذج الطبيعي اللي يكون موجود فيه لعيب النادي الاهلي. والله يعني مش عايزين نكبر الموضوع قوي يا فاروق، لكن المفروض يبقى ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، واي حاجه غير كده دي مش طبيعيه وما ينفعش نعممها وما ينفعش نتعامل معاها ان ده ان الحاجه اللي هي الصح تبقى حاجه شاذه. الطبيعي ان اللعيب بيشوف دوره داخل النادي سواء بيلعب او ما بيلعبش، بيعمل دوره في كل حاجه بيبقى موجود فيها، سواء بيبقى في تمريناته في حياته كلها بيساعد زمايله سواء بيلعب ما بيلعبش، ده دور اللعيب، ده دور اللعيب. القرار اللعب ده بتاع مدير فني مش بتاع لعيب، يعني اللعيب في الاول وفي الاخر بيعمل اللي عليه والمدير الفني في الاول والاخر هو اللي بيتحاسب. يعني اللعيب ده لعب ما لعبش، خسر كسب، المدير الفني هو لو لعب ده وكسب هو بيبقى الموضوع بالنسبه له كويس، خسر بيبقى هو اللي بيشيل الليله في الاخر، يعني مش اللعيب. فاللعيب لازم بيعمل شغله بس، بيشتغل شغله بس، ما يفكرش في حاجه ثاني، والنتيجه هتيجي. يعني اللي بيتعب اكيد ربنا هيكرمه، يعني دي اهم نقطه. خلصتوا البطوله الافريقيه لكن قلتوا لبعض الموسم لسه ما خلصش، لسه عندنا دوري، عندنا كاس، عندنا سوبر افريقي، الموسم لسه ما انتهاش يا كريم. الموسم لسه بيبدا يعني مش منتهاش، احنا عندنا سوبر افريقي طبعا، لكن قبل السوبر افريقي في دوري، المنافسه في الدوري صعبه يعني، برضو احنا عندنا ماتشات كتير مؤجله، لكن بيراميدز فرق في عدد الماتشات، فاحنا بقينا محطوطين تحت ضغط اكتر من الاول. احنا هنكسب كل ماتشاتنا ان شاء الله ونبقى في مكاننا الطبيعي في اول الدوري، لكن الموضوع مش سهل يعني، برضو انت بتعرف في فرقه فارقه عنك بنقط برضو كبيره، بتبقى انت لو حاجه وقعت منك بيحصل يعني هيحصل مشكله، فلازم نبقى احنا مركزين في الدوري قوي ولازم نهتم بده قوي، ان مفيش الماتشات الجايه كلها مفيش فرصه ان احنا نضيع بونت فيها.
فلازم نبقى مركزين في ده، وان شاء الله يعني خلاص احنا خلصنا افريقيا ما قدمناش غير الدوري، والسوبر افريقيا ما تحددش معاده، فاحنا ما قدمناش غير الدوري، فلازم نكمل ومركزين، ان الدوري ده اهم بطوله بالنسبه لنا في الموسم كله في كل السنين يعني، فلازم نبقى مركزين، دي بتاهلنا لكل حاجه يعني. اشكرك يا كريم ومستنيين منكم الدوري. على ايه فان شاء الله يعني الدوري ده هديتنا زي البطولات اللي فاتت لجمهور النادي الاهلي باذن الله. عفوا. استاذ ابراهيم، ده طبعا ده كان لقائنا مع كريم نيدفيد، واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من اللاعبين اللي عارف يعني ايه قيمه ومكانه شرط القياده في النادي الاهلي، عارف قيمه قميص النادي الاهلي، اتكلم من القلب على البطوله الافريقيه، اتكلم عن المشوار، قال لي لسه مشوار الدوري احنا بنبدا، تفاصيل كتير جدا واحلام كتير جدا النهارده بتتحقق في ارض الاحلام. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز استاذ ابراهيم المنيسي.